نحن هنا لسنا متضامنين مع عزبة الطبيب أو مع شعبنا الفلسطيني، نحن جزء من هذا الشعب الفلسطيني. والاحتلال لا يريد فقط أن يسيطر على الأرض، يريد أن يهدم إرادة النضال الفلسطيني. ونحن علينا ألا نكتفي وأن نقول أن المرحلة هي مرحلة احتلال. إسرائيل تعدت مرحلة الاحتلال إلى مرحلة ضم، مخطط لضم جزء كبير من المنطقة سي إلى حدود إسرائيل النهائية. هذا ما يحدث في أجزاء من المنطقة سي، هذا ما يحدث بين المدن الفلسطينية الكبرى، وهذا ما يحدث في القدس. الجواب هو النضال، هو المقاومة الشعبية، النضال الشعبي. لا معنى للنضال الشعبي إذا بقي الاحتلال رخيص، غير مكلف لقوات الاحتلال وغير مكلف للاحتلال. النضال الشعبي هذه رسالة هنا من أجيال فلسطينية بأننا لا نتنازل عن أرضنا. والقضية ليس فقط حقنا في بناء مدرسة، وليس حقنا في بناء مجمعات، حقنا في إزالة جميع هذه المستوطنات. الأرض لنا ليس فقط أرض المدرسة لنا، وليس فقط أرض عزبة الطبيب لنا، كل الأراضي التي احتلت والتي أنشأ عليها المستوطنات هذه أراضي فلسطينية. وإذا لم يستطع هذا الجيل أن يحرر هذه الأرض، الجيل الذي يأتي بعده أو الجيل الذي يأتي بعده هو الذي سيحرر. المطلوب الحفاظ على الصمود وتأصيل ثقافة المقاومة الشعبية. حتى الآن هذه تظاهرة احتجاجية، نحن نطمح لكي تتكرر هذه التظاهرات في كل القرى والبلاد الفلسطينية، وأن تتراكم إلى أن تصبح مقاومة شعبية تدفع الاحتلال مخاسر وتجعل الاحتلال صعبا على إسرائيل. سكتت أسمح حنين زعبي، عضوة كنيست من التجمع الوطني الديمقراطي. شكرا.